سجلوا نقطة هنا، لم يرد عن السيد الخميني رحمة الله عليه بيان مطلقا فيه تشييد بدين علي الشريعة أو بالإسلام الذي قدمه علي الشريعة، ولم يصفه بالشهيد مطلقا، بل لعله حتى لم يعبر عنه بالمرحوم. أقول لعله بالنسبة للمرحوم، ما أتخطر أنه عبر عنه بمثل هذا. وقد عبر في كلماته عن أولئك الذين حاولوا أن يلغوا الحوزة وعلماء الدين من قاموس من ساحة حياة الناس ومن رفدهم الفكري والمعرفي. الشهيد مطهري قام بكل موضوعية لمناقشة أفكاره في الدوائر الثقافية أحبتي، إلى أن قررت جماعة فرقان، وهي عبارة عن شباب يقودهم شاب أرعن كان قد درس بضع سنوات في الحوزة وتأثر بفكر علي الشريعة، فكان هؤلاء هم يعني من الشريعتية المتطرفين، قاموا باغتيال الشهيد العلامة المفكر مرتضى مطهري. وكذلك أنوه بشخصية قامت برد موضوعي وعلمي وفكري، ألا وهو آية الله الشهيد الشيخ قاسم إسلامي، وهو شريك في الحراك الذي قام به السيد أبو القاسم الكاشاني ضد الشاه قبل الثورة الإسلامية الأخيرة، حيث قدم ردودا منطقية وموضوعية، بقيت هذه الردود في طبعتها الأولى باللغة الفارسية آنئذ، رد على التشيع العلوي والصفوي بكتاب الدمع والدم حليفان لا ينفصمان أو لا يفترقان باللغة الفارسية. كذلك ضرج وقتل. هكذا كانت الآثار الهدامة التي قادت الشباب للنقمة على الحوزة العلمية لا لشيء، ولإلصاق التهم وبمنطق التهريج، ثم بخلط الغث بالسمين، إلى أن وصل الأمر إلى ذلك. فلنعد إلى موضوعيتنا ومنطقيتنا.